السيدة مسكينة الله يرحمها والله يواليها برحمة الله، جارتنا وما عندها حتى شي حد اللي مقابلها، وكتجي عندي مسكينة ديما كتجي عندي تقول لي رد لي البال، ديما كتقولها لي كتجي عندي تقول لي الحاج رد لي البال. أنا ديما عندي واحد الشرجم راه فينا، هو كتجي هي كتريح في الكرسي كتريحنا قدام الباب، هذه يومين لا بغات تمشي تسافر شي بلاصه تجي تدق عليا كتقول لي الحاج رانا غادي البلاصه الفلان الفلانيه رد لي البال رد لي البال، وكنرد ليها البال كنبقى عساس ساجة تجي على خاطرها. داس هاد الايامات هادي فاش غادا تموت المرحومة الله يرحمها باركة مع الستة كانت خاصها تدخل، ستة ديال العشية خاصها تدخل، ما تبقاش برا، ما تخرجش مع السبعة ولا الثمانية ولا واخا يوقع اللي يوقع في الشارع. هي هذيك انا كان شتا مع الستة كانت باركة في واحد المحل راهي دايره كرسي، جات دخلت سدت عليها الباب دخلت كت سورست عليها الباب من هنا من 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 برا ثلاثة سوار بيبان ديال الحديد كاع سورستهم عليها. أنا نطل الله يقبل نطل في جار كنوض كنمشي مع شوية عيان أنا كنمشي ندور واحد الدورات وكنجي، جيت دخلت فطرت تكيت واحد شوية كنطل من هذاك الشرجم كيبان لي الباب مسدود، قلت باقا ناعسه هاد السيده باقا ناعسه. مشيت ثاني كندور شغالاتي، جيت مشيت للظهر صليت الله يقبل، رجعت تغديت طليت كيبان لي الباب باقي مسدود من الداخل. صافي مشيت عاد للعون قلتها ليه، قلت ليه السيد راه كاين الباب مسدود، قال لي واخا غادي نشوفوا هذا الامر هذا نشوفوا هذا الباب. غوتوا على واحد السيد تا هو في واحد الجمعيه الله يجازيه بخير، تا هو غوت عليه تا هو كيكون مرافق معاها، قال لي انا غادي نجي عند ملي جا تا هو طل شاف وطلع الفوق، طلع هو والعاون طلعوا الفوق طلعوا بان لهم ثاني في نفس السده اللي مسدود الباب هنا مسدود لداخل دايره عمود دايره على الباب ودايره لهي لداخل على الباب. صافي قال لي قلت لي السي عبد الله قال لي راه مسدود تم الداخل، قلت لها صافي السيده كاينه الداخل صافي ما مشى مسكين تا والله يخلصوا، غوت على القيد على الباشا على الكوميسير جاوا هنايا. هي هذيك فاش داروا تهم التحريات ديالهم جات البومبيه دخلوا كاينه السيده مشبهه ناعسه تكي على كرشه وناعسه، هي كانت ناعسه من شدي شتانا كانت ناعسه وناضت غدا بحال المرحاض غدا المرحاض مسكينه ولقيناها طايحه. هي هذيك داروا قوانين ديالهم وداوها رجل اردني رجل اردني كان مدير هنا كان مدير هنايا، والده مع خمسه الاولاد خمسه ثلاثه الاولاد جوج الاولاد وثلاثه البنات اللي والده معاه وكلهم برا كلهم برا كتعيش هي واحد مده ديال 30 عام هي تعيش الراسه مده 30 عام كيجيو يزوروها من على شويه عام عامين. كاين واحد قريب ليها تا هو هنا واحد الولد خر مع راجل خر تا هو كيجي يزورها تا هو كيجي تا هو يزور السيده المرحومه الله يتولاها برحمه الله. انا سي جار عيط عليا هذا اللي دار قبل مني يعني سي محمد عيط عليا في التليفون قال لي السيده راه ما خرجاش اليوم النهار كله ما خرجاش، كانت تصل له بالتليفون ما كيجاوبليش التليفون ديالها. يوم اللي جينا العين المكان عنده هنايا جارها كاين عاون السلطه كيسكن حدانا تما قلت له واش خبرتيه، قال لي راه خبرتو ولكن قال لي تسنى واحد الوقت يعني واحد الفتره يعني حتى نشوفوا ربما تكون خارجه. ما طلينا عند الباب اللي كتشوفوا امامك يعني هذا الباب مسور من يعني من الخلف مسدود ونديروا ليه ساقطه، عاود تاكدنا على الباب الاخر دخلانين يعني ثلاثه البيبان تاكدنا طلينا جا عاون السلطه طلينا على الباب الاخر لقيناه نفس الحاله. وهي هذيك فاش يعني تيقنا قلنا السيده كاينه لداخل ميته ولا حيه باش نعتقوها، تواصلت مع القيد ديال المنطقه قيد عبير يعني المنطقه عندنا صيفط الاعوان ديالو عاود اتصل بالكوميسير
جاو لعند هنا تيقنوا هما فاش غيتصلوا بالمسؤولين وجاو جاو البومبيو داك الشيء لقينا السيده يعني توفت المانية يعني طايحه على يعني نايضه من الفراش ديالها وطايحه يعني كان انا تقضي شي حاجه ديالها ولا شي حاجه المهم طايحه هذا هو وتقريبا غتكون في السبعينات كتكون في 70 عام ولا 75 عام وهي مراه يعني كتعيش بوحدها هنا الابناء ديالها عندها واحد الولد في الخميسات وعندها اخرين شي في فرنسا شي في غزه شي امريكان المهم زوج ديالها يعني هي طليقه من واحد الفلسطيني وبقات كتعيش هنا بوحدها يعني هذا هو المعلومات لحد الان عندنا ماشي.